الخبير العسكري اللي انا بشرك على النصيحه بس انا مش بيتفضل مش بيتفضل انت كلمه اتفضل انت الكلب هشرح لشيء خلصت وهالمره هاكد خلصت وفشلت خبرنا عن سياسة من كل بستان زهرة شوف النظام السوري بطل العالم بسياسة من كل بستان زهرة يعني إذا منتابع تاريخه لهالنظام منلاقي إنه هو نظام علماني بس دعم الجماعات الدينية عبر كل تاريخه وهو نظام إيش اشتراكي بس ما اعتمد مدرسة واحدة باليسارة وبالاشتراكية النظام السوري لبق لحاله نظام اشتراكي شغل ايديه كل ما بيستحلي شغلة من واحد من هالأنظمة الاشتراكية بيستوردها استورد الشبيبة والمؤسسات الاستهلاكية من روسيا استورد العزلة الدولية والسيجار من كوبا واستورد التناحة من كوريا الشمالية بوكي جميل حتى بالمعارضة سمح النظام السوري عبر سنين طويلة لوجود معارضين على أرضه كيف ما كنت تتفتل بالشام كنت تلاقي مكاتب للمعارضة هي عنا؟ طبعا بتلاقي معارضين عراقيين مرحب فيهم معارضة تركية تركية أو تركية كردية كان مسهلة كتير المعارضة السودانية يا ويلي شو لقيت ترحيب والمعارضة الأردنية فحدث ولا حرج لك حتى معارضة للمريخ كنت تلاقي عنا النظام السوري عمل بستان من زهرات المعارضات العالمية بس أكيد ما كانت تلاقي عنا معارضين لإيران وروسيا والعياذ بالله دخلك ونحن يعني المعارضين السوريين كان مرحب فيهم بأوتيلات خمس نجوم مثل سجن صيدنايا سجن تدمر سجن المزة لك حتى المعارضات الإسلامية أمل نظام سبل الراحة والاستشهاد بس على أراضي الغير أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأدلة التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة حول تورط لسوريا في تفجيرات العراق دامغة ومن جديد عم يأمل سبل الراحة والاستشهاد على أرضه وبعد كل هالتجربة دخلك استلهمت المعارضة شيء من هالسياسة؟ مع المعارضة بعد 50 سنة من حكم البعث تعلمت بكل شطارة سياسة من كل بستان زهرة تبع النظام مشان هيك هي من كل بستان زهرة ومن كل قطر أغنية حاولت تتجمع ببوكي من الورد كذا مرة شي بيسموه المجلس الوطني شي بيسموه الائتلاف شي القطب شي منصات والأهم إنهم بيضلوا بيعطوا أذنهم شي للقطري شي للسعودي شي للفرنسي بس نسيوا يعطوا أذنهم للسوري كان ماني حيوان والعالم كله مثلي ايه وين بدي اقول هي تبع تابعونا على الفيسبوك وعملوا لنا لايك وشير هلا بدي اقولها سجلت خلصت طيب تابعونا